انواع لون ديريكت في الجزائر، شراك ما بين وجوههم. مرسي حنان، ربي يخليك. كي تاني هذا اللي يديروا قعده تاع الشيشه وجماعه زينين. واش ما جيش الان؟ لا يا عبدة حبيب، لا يا عبدة باجي سكوربيو. اروا اخويا مرحبا بك، اك عارف بالقبة كيما كاين ادوات كاين كل شيء خويا. اروا اخويا ارواح عبدة عبدة زاعب. هذاك اللي كيما يلقى ما يدير يدير اون ديريكت. وهذو الشيرات اللي بين وجوههم. مستاشا قال لي مستاشا. اسمع مليح، انت اللي خصك المستاش باش تولي راجل، لا ما على بالكش. قال مستاشا قال. وهذوك اللي يديروا مواضيع مثيرة للاهتمام. يا خويا نحي الكاسكيطه ولا ما نحيهاش؟ نفحت لي نديرها في الدار. موضوع تاع اليوم هو موضوع الزواج، على الشباب ما تزوج تدلي الكاسكيطه. شراك ما بين وجوههم. حكيم هذا صامت، هذا حكيم صاي شاد. حشم شوية على روحك، حشم شوية حكيم. هادو اللي يديرو اون ديريكت سبيسيالمون لي كلاش. السلام عليكم خاوتنا كاع الشعب الجزائري، معاكم كلي كلاش بوراس 15. ما بغيتش ندير هذا اللايف، مي الغالب كيما يقولوا حديد وصل العظم. باسكو هاد الانسان ما بغاش يحشم، وانا نعقل له كي كان ورامي وصلوا لي لهداري ومع مره وكي راه يدور، راك فاهم؟ باسكو والد خويا جي بالك متاليه ترو الارديس، وعلى بالك بلي دايرين الصوت، ما تقوليش ما بان تعيط ليش، انت ما تحشمش.